مجسمات غريبة هنا على الساحل، وده شيء من النادر انك تصادفه. خلونا نشوف ايش قصة هذه المجسمات وكمان ناخذ لها كم صورة. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. كيف حالك يا غالي؟ حياك الله. الله يحفظك. طيب الحمد لله. اسمك انت؟ احمد جمال. احمد جمال، حياك الله احمد. هذا شغلك؟ اي والله. ما شاء الله تبارك الله. طيب ممكن نجلس معك؟ تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. كيف حالك احمد؟ الحمد لله شكرا. كيف امورك؟ طيب الحمد لله. طيب عرفنا احنا اول حاجه عن نفسك. احمد جمال محمد من ابناء مديريه البريقه، عمري 27 سنه، خريج كليه الشعب. طيب يا احمد انا لازم اسالك هذا السؤال، يعني الشيء هذا اللي تعمله انت او هذا اللي تنحته، كيف طرأت لك هذه الفكره؟ والله حب لهذا الشيء، يعني تقدر تقول انه يعني على الفطره كذا، حب من الله فطنه. برضو يعني لما شفت حضاره مصر انها حضاره عربيه وحاجه نفتخر فيها، فحبيت هذا الشيء وجيت اطبقه بالرمل والحمد لله نجحت. يعني اول تجربه مثلا او اول مره نحت بالرمل، كيف قصي القصه هذه؟ والله كنت اروح الساحل اسبح مع العيال، يعني هم يدخلوا يسبحوا وانا قلت اشي اصلح من هذه الرمل حاجه يعني، فبدات انقش هذا الاهرامات. برضو يعني انا يكون عندي مشاريع تكلف، فما بقدرش اجيب الفلوس هذه، المواد يعني اللي أيوة اشتغل المواد فيها. ده ارجع اروح البحر واصلح هذه الاشكال. يعني انت تشتغل غير الرمله؟ ايوه اشتغل الرمله. زي ايش من المواد مثلا؟ من الفلين، من الكرتون، مقسمات هذه. بس هذه المواد تكلفك؟ تكلف ايوه. رجعت تنحت في الرمل؟ رجعت تنحت في الرمل وسبحان الله اشتهرت من بعدها. يعني سبحان الله الشيء اللي طرح له لك ربنا تشتغل عليه؟ يعني ربي قابلنا عند الحاجة اللي ما تكلفش وش متوقع انه اشتهر بعدها. صحيح. والحاجة الحلوة اللي احس انه بتتشرع ولا شيء. يعني تقدر نقول انه ما حد عدله عذر، انه مش معي فلوس اشتري مواد. أيوة. لا انت رحت شليت الحاجة اللي مقدولة في الارض وصنعت. أيوة. منها حاجة. أيوة. وده الشيء هو اللي شهرك، هو اللي خلى الناس كلها تعرف ايش الموهبه اللي. أيوة. اللي هي عندك. تقدر تقول كذا. ما شاء الله تبارك الله. ايش تشعر وانت جالس هكذا في البحر على الشاطئ تصنع هذه المقسمات؟ ايش شعورك يعني؟ استمتع جدا. يعني في قمه المتعه. يعني حتى اجي ايام الظهر بعز الشمس عشان اصلح الحاجه ثانيه. يعني اتمتع. هل تستمتع نفس الاستمتاع هذا وانت تشتغل على المواد الثانيه، ولا الشاطئ وتجربه الشاطئ لها تجربه مختلفه؟ كلهم الحرفه نفسها هذه تخليك تحس بالسعاده. ايوه ما شاء الله تبارك الله. يسعدك ان شاء الله ويسهل لك. امين امين. طيب. سؤال يا اخي. طبعا. المراحل اللي تمر فيها وانت تشتغل، ايش هي المراحل؟ كمثلا هذه الاهرامات اللي عملتها، ايش المراحل اللي مريت فيها عشان تعملها؟ يعني بالبدايه ابدا اخطط، يعني الاهرامات هم يعني كبير وصغير ووسط، ابدا اصلح المربعات، مربع كبير في الوسط والمربع الصغير في الاخير والمربع الوسط قدام، اسوي المربع واصلح الكود هذا فوق المربع. اول ما اشوف ارتفاعه مناسب، يعني اشوف قطر الكود وسط المربع تمام مناسب، يعني ابدا اخبط بيدي مشان الهواء اللي بالرمل نفسه يمسك، يعني لما يكون فيه هواء وانا انحت تماسكوا مع بعض، يطلع فيه مربعات فيه خطوط فيه كذا، فانا اكبس الرمل وابدا انحت الهرم الاول ثم الثاني ثم الثالث. استخدام الخشبه هذه اللي تستخدمها في الدوره. ايوه الخشبه الملسه هذه. ما شاء الله. طيب الان لو طلبنا منك مثلا انه نحن ناخذ لك هكذا كم لقطات وانت تشتغل وتعمل التفاصيل اللي بالهرم نفسه، ممكن هذا الشيء طبعا؟ ممكن. يعني شكرا جزيلا. طيب نقوم نشوف الشغل. ممكن. لاحظوا أن الأهرام بدأت تأخذ شكلها، بدأ يصير للشكل تفاصيل أكبر.
ودي مجرد البداية، لكن أحمد يحاول يشتغل بسرعة كبيرة لأن البحر بدأ يطلع وممكن يخرب هذه المقسمات.